من أعلى جبل بعدان، منبع شلال المشنة، تظهر مدينة إب كلوحة فنية فريدة، ما يجعلها موقعاً سياحياً يجذب الزوار من مختلف مناطق اليمن. مئات الزوار يقصدون هذا المكان الذي تكسو جباله الخضرة ومياه الشلال العذب، لما يحتويه من مناظر خلابة جعلت منه وجهة سياحية مفضلة للكثيرين، ومتنفساً بسيطاً يقضون فيه يومهم بعيداً عن ضوضاء المدن والظروف التي حالت إليها بلادهم نتيجة الأزمات المتكررة. كلمة مفاجأة تعتبر قليلة، لما بقول لك أني تفاجأت ما يمكن ما أقدر أوصل الشعور اللي حسيت به، إنها حاجة بسيطة هذا، لما بقول لك أني تفاجأت صراحة يعني المنظر والكان أكبر من مفاجأة. وفرت هذه المنطقة السياحية التي تفتقر للكثير من الخدمات فرص عمل للكثير من الباعة المتجولين، ومتنفساً للفنانين الشعبيين الذين يكسبون عيشهم بالغناء، ويقتنص العشرات منهم فرصة الإقبال الكبير على الشلال خصوصاً في فصل الصيف لإيجاد مصدر رزقهم. العمل هذه اليوم بالنسبة للصيف لعب موسم الشلال معنا، أما غير الصيف ما بش عمل، بس هذه اليوم موسم عندنا الحمد لله، العمل ماشي لها نحمد الله ونشكره. يمثل شلال المشنة وجهة مفضلة للسياحة الداخلية في بلد لم يعد يستقبل سياحا من الخارج، وينقل صورة جميلة ولو بسيطة عن الجانب المشرق منه.